بسم الله الرحمن الرحيم. ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفها، والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به. أين التي تموت وهي تردد الأغاني والأفلام؟ أين التي تموت على منكر مع فلان وفلان؟ أين التي كلما نصحت سخرت واستهزأت واستهزأت؟ عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. فتاة نعرفها، فتاة صالحة عمرها 20 عاما فقط، محبة للخير. همها واهتماماتها دعوة زميلاتها، همها بلغ بها أن تكون من فتيات الفردوس. فمنذ أن كانت بالثانوية وبعد أن التحقت بالكلية انضمت إلى زميلاتها في المصلى، أصبحت بينهن نحلة طيبة تنتقل بابتسامتها وجمال روحها بين أروقة الكلية، حتى أصبحت بمحبتها وكأنها عاملة مع العاملات، وطالبة مع الطالبات، ومعيدة مع المعيدات. أحبتها عميدة كليتها، وكانت تتصل عليها دوما وتستشيرها. كيف لا تحبها وتستشيرها وهي المباركة التي تحمل القرآن حفظا وتطبيقا؟ كيف لا تستشيرها وكلماتها تحرك القلوب وتوقظ النفوس؟ همها منصرف للدعوة، همها كيف تهتدي هذه وكيف تتوب تلك. إن تكلمت وعظت وذكرت، وإن صمتت لا يزال لسانها رطب بترديد القرآن ومراجعة القرآن. تقول والدتها عجيبة ابنتي، عجيبة بنيتي، والله كثيرا ما تأتي إلى البيت حزينة مهمومة، لا تريد حتى الغداء. أسألها وألح عليها ماذا بك، فتقول ودموعها تسبق كلمتها: يا أمي لا أدري ماذا أقول، فقد مر علي هذا اليوم بالكلية، مر علي هذا اليوم في كليتي، ولم تقبل علي تائبة واحدة. يا له من هم، هذا هو الهم الذي نريد. تقول: لا أدري أهو من طريقتي مع زميلاتي الغافلات، أم أن المنكرات أصبحت كثيرة ولم أستطع أن أسيطر عليها لوحدي. تقول والدتها: بدأت أهون عليها. يا بنيتي اصبري وسترين أثر دعوتك، اعلمي أن الله يهدي من يشاء، فلا تيأسي من روح الله، فقط اصبري يا بنيتي. تقول والدتها: والله ثم والله لا أبالغ إذا قلت لكم أن ابنتي ليست لنا، هي معنا في البيت، نعم هي معنا في البيت، إنما هي لله وفي الله. همها وتفكيرها، أوقاتها وكلماتها، كلها لله وكيف ترضي الله. تقول: لن أنسى تلك الليلة، حيث لا أعلم ما الذي أيقظني على غير عادتي في الثلث الأخير من الليل، فإذا بي أسمع همسا في غرفة ابنتي. سمعت همسا فظننت أنها نسيت أن تطفئ جهاز التسجيل، فقد اعتادت ألا تنام إلا على صوت القرآن. لكنني ما إن دخلت حتى وجدتها واقفة قانتة لربها، رافعة يديها. كم تأثرت والله، تأثرت ليس من وقوفها وصلاتها، فهذه هي عادتها، لكن الذي شدني وأثر بي عندما سمعت ذلك الدعاء الذي أبكاني، فقد كانت تردد وتبكي. أتدرون ماذا كان دعاؤها؟ كانت تردد وتقول: ربي إلهي اجعلني سبب هداية زميلاتي، ربي اجعل سبب هداية زميلاتي وتوبتهن على يدي. يا ربي، إن كنت لا أستحق أن أكون من الداعيات في كليتي، فلا تؤخر توبتهن بسبب ذنب أذنبته في حقك. لا إله إلا الله، هذه عائشة اليوم يا نساء، هذه سمية اليوم يا نساء، هذه سمية، فمن هي سمية بينكن؟ أين هي عائشة بينكن؟ تقول والدتها: تمر الأيام، وفي العام الماضي تحديدا في العطلة الصيفية، ونحن على سفر من مدينة إلى مدينة، وفي أثناء الطريق
وهي في السيارة في المقعد الخلفي، أخرجت مصحفها الصغير الذي لا يفارقها وبدأت تقرأ القرآن كعادتها، تستغل وقتها. تقول: ويقدر الله عز وجل أن نتعرض لحادث، فتنحرف السيارة وتنقلب. انقلبت السيارة فقد جاء وعد الله، أنجانا الله جميعا إلا هي. يبحثون عنها فوجدوها ميتة بوجه مبتسم، وهي ممسكة بمصحفها، والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به. تقول والدتها: والله إن المصحف ما يزال إلى الآن عندي، أحتفظ به وفيه أثار الدم. هنيئا لها، هنيئا والله لمن سارت على نهج الصالحات، هنيئا لمن تعلم أن الله معها ويراها، أن الله يراقب خطواتها وسكناتها. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هنيئا لمن مأتت وهي حافظة للقرآن، هنيئا لمن مأتت وهي تحمل هم الدعوة وتنادي لسلعة الرحمة. تأملي يا غافلة، مأتت وهي تقرأ القرآن، فأين التي تموت وهي تهدي بالألحان؟ أين أنت يا عائشة؟ أين أنت يا سمية؟ لترين نساء وفتيات سرن على نهجك وما كنت عليه. فنبشرك يا عائشة أن هناك من سطر لنا حياتك وخصالك وما تركتين عليه. بإني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهيت. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. رب جنبني. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. قصة ما زال حولي كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان.